دائما بهالفقرة ندخل إلى عالم القوانين، بنحكي عن المشاكل يلي عم نعيشها واللي عم نتابعها يوميا بهيدا البلد. رح نحكي اليوم عن القوانين التي ترعى من يخالف قانون الغابات، الحرائق المتنقلة يلي عم نشهدها ويلي كل يوم عم بيكون في عنا حرائق بمختلف المناطق اللبنانية. البعض منا طبعا عم بيكون قضاء وقدر، والبعض الآخر عم بيكون مفتعل. رح نحكي أكثر تفاصيل مع الأستاذ أشرف الموسوي. صباح الخير، أهلا وسهلا فيك. صباح الخير لك ولكل المشاهدين، بدنا نبارك لبعض بالنتائج. رح نبارك ليارا اول شيء، الف مبروك. وبعرف طلعت النتائج متاخره، يعني يمكن شو الساعه تنتين تقريبا. هلا نحن جبنا ممتاز، انت جبت جيد جدا، ما هيك؟ انت سبقتونا. لا بدنا نبارك اكيد لكل الطلاب اللي نجحوا بالبريفي. على امل، بدي اقول انا على امل انه خلص البريفي بقى نلغيها، يا تكون بريفي قاسية وما تكون، يعني هالتلميذ يعني بنتي وبنتك درسوا وتعبوا خي، خلص يا تكون بريفيل القديم الآسيا بلاها، يعني ما بعتقد في نسبة سقوط. ما بعرف صراحة، ما تبعت هلأ. أنا يعني هلأ كل التلاميذ من بنتي وبنتك إنه كان الهدف بس قداش منجيب نحن نسبة معدل عالي، فالمنافسة حلوة. لا طبعا ألف مبروك، هن تعبوا بالآخر كل التلاميذ تعبتوا لا خليني أقول بالظروف الصعبة، يعني صح. كمان هن عم بيعيشوا معنا وعم يسمعوا وعم بيتفاعلوا مع كل التغيرات يلي عم بتصيب هيدا البلد. يارا أشرف الموسو ألف مبروك. يلا ألف مبروك ليارا. الحرائق المفتعلة، نعم. هلا بس هي حرائق مفتعله؟ هلا امبارح شو صار؟ امبارح بعدنا ما عرفنا شو صار على المرفق كمان بالاهراءات. بالاهراءات كمان، يعني ما بدنا نقول هذا بعد هدم. شوي رح يكون معي على كل حال مدير الاهراءات، رح احكي بس خليني اقول قبل، نحن اليوم عنوان الغابات بعدنا علما انه الوزير زار الاهراءات امبارح. الحرائق يعني بس والله في شيء كمان، والدفاع المدني ما عم يقدر يقرب، بس والله في شيء يوازي هذا الموضوع كمان. يا عمي مش بيحكوا عن لبنان الاخضر؟ طب الغابات، مساحات الغابات اليوم ربع لبنان غابات، وين صار؟ اليوم قانون الغابات 1949 بعدنا قانون القديم، يعني بال2000 في ماده عدلوها او مادتين او ثلاثه، 195 و194. طب انه خي اليوم شو بيقولوا المواد 195؟ هذا اللي بنحكيه، انه هاو المواد بيروحوا كمان بينطبعوا على 587 و88 89 ما قدر نيران. هلا بنقول كمان قديش عقوبتهم، بس كمان اليوم عم نحكي دور وزاره الزراعه في إلى دور اليوم، بس على الارض اليوم مين عم بيراقب اليوم اللي عم يقطع اشجار؟ مين عم بيراقب الناس اللي بتطلع الحاصلات؟ نعم. بعد بتعرفي انه في نص بالقانون هيدا بال195 ممنوع من غروب الشمس حتى الفجر يطلع شيء الا باذن وزاره الزراعه ومأموري الاحراج من الغابات. طيب اليوم طن الحطب اليوم 200 دولار، الثرو والسنديان الشوح. طب طن المازوت اليوم ب 1250 دولار. لا بفضل المواطن يروح يشتري حطب. اليوم الحطب اليوم له اصول خاصه لحتى تنشري، اليوم بده ينبيع بالمزاد العنبي واشراف وزاره الزراعه، له طرق كثير قاسيه هذا الموضوع. مين بيروح يشتري اليوم حطب بالمزاد العنبي؟ هلا على الهوا بنقول ما حدا بيشتري حطب اليوم بالمزاد العنبي لهلا يمون للشتويه. اليوم كله تهريبات، كله تهريب، كله تهريب. اليوم اجمل 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 اشجار لبنان اليوم عم تتقطع وعم تتهرب وعم تتحطب وعم تنباع. يحاكم اكيد يحاكم في مجموعه مواصفات يعني. اليوم بدي اقول لك شيء، اليوم بالغابات في اربع خمس انواع بالغابات. عندك غابات الدوله، عندك غابات الدوله اللي ينتفع بها، وعندك غابات ملك افراد، وعندك غابات ملك البلديات. لك للبلديات اما بدوره، والناس مثل ما انك شايفه شد بايدك وخض وقص حطب وامشي، ما بتلاقي الا شاحنات على الطرقات محمله حطب. طب ما شفنا شي حدا مأمور احراج او نواطير، او شفنا من قوى امن؟ يعني على القليل نسمع انه دوري والله بامن دولي او امن عام او ما بعرف شو لقطوا جيب او بيك اب حاطط حطب يا خي روحوا. هذا الموضوع لبنان الاخضر رح يروح، ما صار يابس لبنان، هو بالسياسه صار يابس وبالاقتصاد بعد في الشجر. بس نظرا للمشاكل الكبيره والمصاري، لا ما هذا موضوع، لا ماريات هذا موضوع كمان قاسي، لا ماريات هذا موضوع، هذا موضوع كمان يوازي هذيك المواضيع. طبعا بس انا بكره سنه اثنين ثلاثه بيزبط وضع الولد او خمسه او عشره، طب بيروح الحطب بيقعدش في شجر بلبنان؟ هم ملاقي الا انه والله. طب هل هي البلديه مسؤوله عن هيدا الموضوع؟ اذا بدنا خليني اقول نصغر صح. اول شيء مأموري الاحراج والنواطير تبعين لوزاره الزراعه، اليوم كل مأمور احراج كل ناطور هو ضابط عدليه بيقدر يعمل محضر ويقدر يحوله او وزاره الزراعه، وزاره الزراعه بتحوله على العدليه، وعن النيابه العامه، النيابه العامه بتحول على محكمه الجزاء. في غرامات توصل للمليون ليره هلا بدها تعديل، عم يعدلوها يعني. وفي غرامات عم توصل 10 مليون، بس اليوم بتضبطي عم يقص حطب ده بيتوقف يوم اثنين ثلاثه، معقوبته حتى السنه، وفي حسب نوع الجرم. ما هذه اصلا هاي جنيه تشكل خطر عام على السلامه العامه. يعني اليوم بدي اسال بموضوع الحرائق، اليوم
بعد لهلا ما بنعرف حريق مفتعل بالمنطقه الفلانيه، من جمعه كان في حريق مفتعل، ما بنعرف الخواتيم. صرنا 10-15 سنه حرائق، اجمل غابات عم تدوب، حرائق مفتعله، تحقيق من المدعي العام البيئي، ما عم نشوف حدا وراء القضبان لهلا، ما عرفنا بعد لحدا مين عم يحرق هاي الغابات، كانه عن قصد او غير قصد. نعم. طيب لكن اليوم بتقولي لي كمان في محلات، اذا واحد عم يلعب بالغابه كمان اليوم وزت ولعت الغابه اليوم، او صار في حريق بحصيد او معين، اولياء الاولياء والاوصياء هن اللي بيتحملوا المسؤوليه المدنيه بالتعويض عن العطل والضرر. هلا اذا كانوا مجموعه اشخاص كانوا اكيد يتحملون المسؤوليه عقوبتهم، بس بنقول يتحملون المسؤوليه يعني، بس هي مسؤوليه مدنيه. شو مدنيه بالموضوع الولد الصغير؟ اكيد يعني بتصير ان ولد والله عم بالغابه عم يلعب زت شغله احترقت الغابه او احترق مجموعه من الاشجار. اما من اضرب من النار قصدا، هاي الماده 587 بتحكي عن هاي جنايه، هي عقوبتها حتى السبع ما لا يقل عن 7 سنوات. والله بس هل تعاقب حدا في هذا الموضوع؟ ليش هل وصلنا لحدا؟ هل عرفنا حدا؟ ما بعرف اي حريق صار الاسبوع الماضي، قال انه مفتعل، وطلعوا الوزراء المختصين وقال انه صح نحن في شيء مفتعل، وبلشنا بالتحقيقات خلص، ننطر هلا الحريق اللي بده يجي وراه. 588 كمان بتحكي عن الحريق بالاحراش او بالغابات، هذه كمان 7 سنين على الاقل. عندك 589 هذيك من اضرب من نار بقصد القتل، يمكن يكون في واحد جوا موجود وبده يحرق وبده يقتله، هذيك بتوصل للاعدام. هي بتوصل للاعدام. هلا عم تصير بلبنان؟ ما عم تصير. هلا هي القوانين خليني اقول انه دائما موجوده، يعني نحن اذا بنفتح دفتر القوانين هي القوانين موجودة ولكن موجودة. لا تطبق. خليني اقول لا تطبق. في هلا مش لا تطبق انه والله في واحد موقف ما عم فينا نطبق، في صعوبه باكتشاف مفتعلي الحرائق، في صعوبه كثير كبير، يعني شو في كاميرات مراقبه؟ ما في كاميرات مراقبه ماريات بقلب الغابات، يعني وما في اليوم اجهزه ولا تعقب او ترصد. بس لما بنقول مفتعل يعني ما بيكون على القليله عارفين حدا شايف شاهد عيان؟ اكيد 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 في كثير في شهود يعني. في شهود بيكون موجودين، بس منه اليوم ما بده يشهد. انا شفت فيلم اللي غابه فيها 20-30 واحد، فيها صيادين، فيها 100,000 شغله، هيدي القصه. اما بموضوع اللي صار امبارح على المرفأ يعني ملفت هذا الموضوع، بعد لهلا مش عم يقدروا يطفوا الحريق. ما بيقدر الدفاع المدني يقرب لانه طب ماشي مريت ما كمان بالغابات مش عم نقدر الدفاع المدني مش عم يقدر، وجبنا عملنا 100,000 مشكل نحن وقبرص، جبنا طوافات كمان لنطفي. طب وين الطوافات اللي جبناهم؟ عم يشتغلوا؟ لا ما سمعنا شيء امبارح انه في طوافات. ليش بالغابات ما في طوافات؟ عم نستلم طوافات الجيش. طيب عم نستلم طوافات الجيش للاسف. الدفاع المدني ما عنده طوافات بلبنان؟ لا ما عن يعني بتاريخ لبنان الدفاع المدني ما عنده طوافات ما شاء الله. يعني الدفاع المدني بده تجهيز، بده تحديث لنوصل لمحل انه يكون في فريق متخصص باطفاء الحرائق. بس كمان بدك شيء تثقيفي كمان للناس، يعني في شيء مش مفتعل بيكون على غير قصد عم ياخذك على محل كبير، وفي شيء مفتعل كمان عم ياخذك على محل، المحلين فيهم ضرر. وبالنتيجه المحلين نحن مش عم نقدر نضبط الموضوع، وعم بتكون خسارتنا كثير كبيره. بكل الاحوال هيدي الصلاحيات هي عاده من صلاحيات المدعي العام البيئي بالمناطق، بس اغلب المناطق هي جبل لبنان. شفنا من 3 ايام بالهرمل كمان اجمل اشجار اللزاب، اللي هيدا حق الطون شجره اللزاب هي عمرها مئات السنين. كله عم يحترق، ولا تطلع طوافه من هون على الهرمل، ولا يطلع الدفاع المدني من هون على الهرمل، ماريات بده وقت. في شجر بينبكى عليه، يعني اليوم السنوبر الجوي والسنوبر الحلبي والشربين والشوح وكله يا بينقطع يا بينحرق. يعني اجمل 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 اشجار لبنان اليوم عم تتقطع وعم تحترق. هذا الشيء بيحترق قلبنا مع على كل حال، يعني بس نشوف هيدي المناظر وبس نشوف هيدي الخساره البيئيه الكبيره. هلا بدي اقول لك شغله، بس هلا بتكثر عمليه القطع بالصيف لانه الناس بتمون للشتاء لانه جاي الشتويه. صحيح. فالناس بتفضل اليوم مثل ما حضرتك تفضلت وقلت يعني طون الحطب وطون المازوت في فرق كثير كبير. بنروح على الحطبيط. ايه على الحطبيط احلى. نرد الصوبيا يا جماعه، اللي كان شايل الصوبيا بده يرد. الشتويه اكيد بدنا نرد بده، يلي كان خلص رمى. لا هي الشتويه اكيد في صوبيا حطب. لا فعلا هلا هو نحن عم نضحك، بس هو ما في شيء بيدعي مطلوب تفعيل اجهزه الرقابه بهذا الموضوع، سواء مواطير الاحراج مأمورين مصلحة الغابات بوزارة الزراعة، مطلوب كمان الضابطة العدلية قوى الأمنية كمان، يعني المغافر الفصائل البلديات هو الدور الأكبر. البلديات أيضا ما بدنا نحمل البلدية ما الغابات فيها بس أنه كمان لازم البلديات أكبر دور، أنه البلدية اليوم بتضيع هي أكثر موجودة، أكثر من قوى الأمنية وأكثر من الدفاع المدني وأكثر من مأموري الأحراج. يعني قديش قديش كان عدد مأموري الأحراج بلبنان؟ مش كثير. حتى فيما لو شفنا أشخاص عم تقطع الأشجار بنعمل أخبار
بنعنا بنعمل اخبار في ما هذا الشجر لنا ولاولادنا هذا والله انه كمان اللي شغله اليوم عم بس يصير في حريق طب اخي بدك تلم حطب ما حتى لم الحطب اليوم كمان له اصول بالقانون لما الحطب له اصول مش كمان كل ما واحد ضل لم حطب انه لا في غرامات وفي حبس حتى شهر حتى لما الحطب الطبيعي له اصول مش هيك ابدا فاذا نحن لازم نكون خليني اقول كل حدا منا يكون هو العين الساهره صحيح. اذا شاف على البيئه اذا شاف اي حدا عم بيعمل اي عمل من هيدا النوع صحيح. سواء عم بيقطع شجر او سواء عم ينقل حطب او سواء شو عم يعمل انه هو كمان يقدر يقدم بلاغ لا يقدم اخبار خليني اقول يمكن لاقرب شخص يمكن لا اقرب فصيله بيروح على البلديه بخبر على التليفون بخبر على اي رقم تليفون موجود صحيح على امل انه نقدر نضبط شوي إن شاء الله يا رب. هيدي المواضيع ونقدر هيك نحافظ على أقل ما تبقى ما من الثروة الحرجية ما تبقى منها لأنه هي جدا مفيدة أصلا صحيح. للبيئة ومفيدة صحيح. لصحتنا شكرا كثير لك أستاذ إذا بدك تقول شيء تاني شكرا لك أستاذ أشرف الموسوي إلى الملتقى الأسبوع المقبل مشاهدينا بتوقف مع فاصل ونرجع منتابع